طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هو الفيديو الخامس من السلسله اللي احنا خصصناها في الحديث على ازاي نعمل اناليسز للووتر هامر باستخدام برنامج اليفي. في الفيديو ده ان شاء الله هنحاول نركز على البريشر ريليف فالف كاليمنت مهم من الاليمنتس اللي بتستخدم لحمايه الخطوط والشبكات الميه من الووتر هامر. هنتكلم على الكاركترستكس الاساسيه بتاعه البريشر ريليف فالف والمين ديزاين بارامترز للبريشر ريليف فالف. فبادئ ذي بدء، احنا عارفين طبعا ان الووتر هامر تاثيرها لو حصلت ممكن تؤدي لكونسيكونسز كبيره ودامج كبير في السيستم بتاعنا، وكذلك ممكن يؤدي لخسائر في الأرواح فتصل لذلك. ولذلك من المعروف طبعا ان الوقاية خير من العلاج، وبالتالي حماية الخط بتاعنا بيكون من الحاجات المهمة للمهندس المية، ومحتاج ان هو يبص عليها ويفكر فيها بشكل ايه كويس. واحدة من العناصر الأساسية لحماية الخط وبتستخدم بشكل واسع من قديم الزمن اللي هي الووتر اللي هي البريشر ريليف فولفز. البريشر ريليف فولفز هي اساسا هي بروتكشن اليمنت للووتر سيستم بتاعتنا. بتشتغل على اساس ان هي اول ما الضغط بيزيد عن حد معين المحبس بيفتح اوتلت للهواء الجوي مباشره، فبيسمح لخروج الدستشارج او جزء من الفلو خارج السيستم، وده بيؤدي في النهايه خالص الى نقص الايه نقص الضغط العالي، وبيعمل كنترول على الايه الماكسيمم بريشر. فبالتالي يبقى الهدف الاساسي من البريشر ريليف فالف هو ان هو بيعمل كنترول على الماكسيمم بوزيتيف ايه بريشر، وليس على المينيمم نيجاتيف بريشر والكافيتيشن. فده الهدف الاساسي بتاعه، كنترول الضغط الايه الضغط العالي. ساعات في بعض الاحيان بنسمي البريشر ريليف فالف، ساعات بنسميه تسميات اخرى زي بريشر سيفتي فالف البي اس في، او البريشر ريليف فالف اللي هي بي ار اي في كاختصار. طيب، في عندنا نوعين من البريشر ريليف فالف. النوع الاولاني اسمه دايركت اكتنج سبرينج اوبريتد فالف، وده هنشوف التفصيل بتاعه بعد شوية. وده النوع بيستخدم في السمول بايبس، يعني لحد مثلا قطر مثلا حوالي 100 مللي ولا حاجة، بيكون ايه هذا النوع هو المستخدم. في نوع تاني مور ادفانسد اسمه البايلوت اوبريتد بريشر ريليف فالف. البايلوت هنا مقصود بيها الدليل زي الشكل اللي احنا شايفينه ده. فعندنا هنا المحبس الرئيسي اهو، والمحبس الرئيسي اللي هو بريشر ريليف فالف ده بيكون تو بي كنترولد باي البايلوت فالف ده. فهذا الدليل هو اللي بيعمل الكنترول على الفالف الاساسي، يفتح امتى ويقفل امتى. وده بيستخدم لو كانت السايز بتاعتنا اكبر كبيره شويه، يعني بتكلم مثلا فوق ال 100 لحد حوالي 300 مللي، هتلاقي النوع بتاعك اللي موجود عندك في الاغلب هيكون هو البايلوت اوبريتد بريشر ريليف فالف. تعالوا نشوف كده مكونات الدايركت اكتنج بريشر ريليف فالف. هو بيتكون بشكل بسيط جدا من زي ما شايفين كده النوزل بتاعه المحبس. النوزل دي الفلانجه بتاعه الايه الفالف بتاعتنا اللي احنا بنركبها على الماسوره الرئيسيه بتاعتنا اللي احنا عايزين نعمل لها حمايه. فدي النوزل بتاعتنا ودي الفلانجه ودي الاوتلت بتاع المحبس. وزي ما شايفين كده في عندنا سبرينج، والسبرينج ده متوصل بستيم، والستيم دي في نهايتها في سيت ديسك بتقفل ايه النوزل. فلو كان الضغط زاد عن حد معين هتبص تلاقي بيبوش السيت ديسك ده اباف، فبالتالي بيحصل انكماش في السبرينج، وبالتالي بيفتح النوزل والميه بتبدا تنساب من خلال الايه الاوتلت. طب الميكانيزم، تعالى نشوف الانيميشن دي بتبين لنا الميكانيزم. زي ما احنا شايفين عندنا دي النوزل بتاعتنا، وقدامها السيت اللي احنا قلنا عليه اللي هو متوصل بالسبرينج. فلو كان الضغط قليل هتبص تلاقي النوزل مقفوله، لو زاد الضغط عن حد معين بنسميه السيت بريشر، ففي الحاله دي هتبص تلاقي بيبوش النوب ويفتحها زي ما احنا شايفين كده، وبالتالي الميه بتتساب في الاوتلت بتاع الايه المحبس. طيب، في عندنا مزايا وعيوب للبريشر ريليف فالف. اول ميزه من مزايا البريشر ريليف فالف ان هو فيري سيمبل، الميكانيزم بتاعه فيري سيمبل، وان هو عشان كده كان بيستخدم منذ قديم الزمن في حمايه الخطوط وخلافه، وكذلك بيستخدم كذلك في حمايه مثلا الغلايات وخلافه. ولكن رغم ذلك فان البريشر ريليف فالف عنده ايه عيوب كتيره. يعني واحده من العيوب بتاعته ان هو اما المحبس بيتفتح بيخرج ميه، اما الضغط بيكسيد عن حد معين بيخرج ميه من السيستم،
فبالتالي بيديك ويت كونديشنز بقى ومس، ويعمل مس في الايه، غرفه المحابس وخلافه. محتاج انك انت تاخد بالك من كميه الميه اللي هتخرج دي قد ايه، ولازم تكون عامل لها صرفه انك انت تتصرفها في انهي بانهي كيفيه. الحاجه الثانيه ان هو ممكن يفتح فجاه وما يفتح فجاه، لو كان في عامل بيتحرك في هذا المكان فممكن يؤدي ايه لهارم او ايه ضرر للعمال النير باي في اللي قاعدين في حوالين ايه حوالين المحبس. كذلك برضو ان المحبس محتاج صيانه دوريه من حين لاخر، ولازم تعمل تشيك على السيت بريشر وتتاكد انها متظبط. فبالتالي يعني الريكومديشنز الامريكيه بتقول انك انت المفروض تعمل تشيك على السيت بريشر كل 6 شهور على الاقل، ولازم تعمل كاليبريشن للمحبس بتاعك وتشيك عليه كل حوالي سنه. فبالتالي الصيانه المستمره المطلوبه للمحبس ده بتخلي ان هو ناس كتير ما بتفضلش استخدامه، واللي بيحب يستخدمه تملي بيستخدمه على اساس ان هو يعتبر خط الديفنس الثاني وليس الخط الرئيسي في حماية الخط. فتملي بيسموه الفاينل بروتكشن ايه اليمنت في الايه في الووتر مين لاينز، وليس هو الايه الفيرست بروتكشن اليمنت في الووتر مين لاينز. بعض الحلول للمشاكل اللي احنا قلنا عليها بالنسبه للبريشر ريليف فالف، مثلا تعالوا نشوف مع بعض كده الصوره دي بتبين لنا. عندنا هنا بامب، والبامب دي بعد كده هو في عند الاوتلت بتاعها مركبنا البريشر ريليف فالف، بس الاوتلت بتاع البريشر ريليف فالف ما خليناش بيدسشارج في الاوبن اير على طول، لا عملنا ايه اكستنشن للاوتلت وخليناه يدسشارج فين في الايه في التانك. طبعا الكلام ده بيبقى مناسب لو كانت المسافه ما بين المحبس المطلوبه والخزان تكون قريبه، انما لو كانت مسافه كبيره فبالتالي مش هتقدر تعمل ايه القصه دي. فبالتالي دي بتافويد حته المس اللي احنا قلنا عليها، وان هو يطلع ميه في كل حته وبالتالي تضطر تعمل درينج، لا انت بترجع الميه مره ثانيه. برضو علشان حته الهارم اللي ممكن يحصل، الهارم للايه العمال اللي حوالين المحبس لو فتح فجاه، ففي انواع من المحابس بتاعت البريشر ليف فالف الديسشارج بتاعتها بتبقى داون وورد زي ما شايفين كده اهو، فبالتالي هيكون الضرر اقل بكتير من لو كانت ايه في اتجاه عمودي، ممكن ايه تؤدي الهارم للايه الناس اللي شغاله ان ذا نير باي. وزي ما شايفين كده دي غرفه محابس تيبيكال للمحبس البريشر ليف فالف، وزي ما شايفين هنا في درينج اهو. الدرينج ده طبعا زي ما احنا قلنا واحد من الحاجات اللي محتاج ان هي ايه تصمم علشان يكون السيستم شغال بشكل ايه جيد. طيب ايه هي بقى ديزاين بارامترز للبريشر ريليف فالف؟ اول حاجه اللي هي تو ايدنتيفاي السيت بريشر، يعني ايه هظبط المحبس بتاعي على انهي ضغط، اول ما يوصل الضغط ده هيبدا يفتح، ده اسمه الايه سيت بريشر. رقم اتنين تو ايدنتيفاي حاجه اسمها الفول ريليف بريشر، فول ريليف بريشر اللي هي ايه اللي هو الضغط اللي لما يوصل عنده هيكون المحبس اوريدي فتح 100% بقى، مش لسه هيبدا يفتح، لا فتح اوريدي 100%، ده اسمه الفول ريليف بريشر. بعد كده رقم ثلاثة نحدد السايز بتاع المحبس بتاعنا اللي هو السايز بتاع الفلانجة، وبالتالي بناء عليها هنقدر نحدد الايه الماكسيموم اوتلت فلو الخارج من ايه من المحبس. وكذلك كمان من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها برضو ان احنا لازم نحدد كمية المية المتوقع انها تخرج من المحبس ده علشان نقدر نتصرف في الدرينج سيستم اللي هو هيستقبل المايه دي ويعمل لها درينج للفاينل ديسبوزال بتاعها. خلاص دي الاربعه اليمنتس الاساسيه للايه للتصميم. طب بالنسبه للسيت بريشر هنحدده ازاي؟ قبل ما نتكلم على سيت بريشر، اول حاجه السيت بريشر ليه عده تسميات، فساعات بيتسمى بوب اب بريشر او بوب بريشر، وساعات بيتسمى كراك بريشر، وساعات الاوبننج بريشر، وساعات بنسميه برضو البيجن تو ديسشارج بريشر. طب ايه بقى السيت بريشر ده؟ طب خلينا نتخيل كده دلوقتي. دلوقتي لو فرضنا ان انا عندي السيستم بتاعي شغال على حاجه اسمها working pressure، ده في وضع الستيدي ستيت او وضع الستيشنري، السيستم البريشر بتاعه اهو ده اقصى بريشر هيوصل له السيستم بتاعي في وضع الستيدي ستيت او وضع الستيشنري، ده بسميه الworking pressure. جميل، لازم الworking pressure ده يكون السيت بريشر بتاعي اعلى منه، صح؟ المحبس بسمح له ان هو يفتح في الطوارئ، اما يزيد الضغط عن حد معين، فطبعا اما يزيد الضغط عن مين؟ الworking pressure، ساعتها ده هو الست بريشر بتاعي. فتخيلوا بقى معايا دلوقتي لو فرضنا دلوقتي ان الضغط بتاعي كان عند الوركينج بريشر اللي هو اقل من الست بريشر، هيكون المحبس في الحاله دي ايه مقفول على الاخر زي ما احنا شايفين بهذا الشكل، ومفيش فلو خارج من مين من الاوتلت بتاعه الايه المحبس بتاعي. طب افرض بقى البريشر زاد عن الوركينج بريشر ووصل للست بريشر، لو وصل للست بريشر زي ما انتم شايفين كده هيبدا يحصل ايه سورت اوف تنفيس او تسنيم، زي ما انتم شايفين كده هو البريشر بقى دلوقتي سورت اوف انبالانس مع، يعني في اتزان مع مين؟ مع السبرينج لود اللي جايه من السبرينج،
فبالتالي بدأ يزحزح الايه الديسك، وبالتالي بيحصل تنسيم كده او بيحصل ايه تسريب بسيط بالراحة جدا، فايه كأن كده المحبس بدأ ايه يفتح سلايتلي. طب لو بدأ يزيد الضغط عن السيت بريشر لحد ما هو يوصل للفول ريليف بريشر بقى، تعال نشوف. اما يوصل للفول ريليف بريشر هتبص تلاقي بقى ايه المحبس اتفتح على الاخر بكامل قيمته، يعني 100% خلاص المحبس اتفتح تماما، دي اسمها بقى الفول ريليف بريشر. والفولت زي ما شايفين ايه بيطلع الايه الاوتلت فلو بتاعه بكامل ايه بكامل قيمته بالكيو ايه الكيو ماكسيموم. طبعا يهمني جدا لما نيجي نصمم بقى ونختار القيم دي ان لازم الفول ريليف بريشر لازم يكون اقل من ايه البريشر ريتنج بتاع الايه الخط بتاعي، يبقى لازم يكون اقل منه بقد ايه بقى. رقم واحد المسافه دي او الجاب بين الاثنين دول بيحددوا انت عايز تحط فاكتور في سيفتي قد ايه. رقم اتنين لازم يكون اوير بحاجه معينه، ايه هي؟ ان المحبس الست بريشر بتاعه مش فيري سبيسيفايد، بمعنى ان دي جايبينها من الجايد لاينز الامريكيه. زي ما انت شايف كده هو بيقول لي ايه السيت بريشر بتاعي بوحدات البي اس اي. مثال ناخد الكلاس ده، الكلاس ده بيقول لي ايه لو كان البريشر بتاعك اللي هو السيت بريشر يعني كان وصل ل 300 بي اس اي اللي هي دي حوالي 20 بار، ففي الحاله دي توقع ان ممكن يكون عندك السيت بريشر للمحبس بتاعك في توليرانس بلس اور ماينس 3%. يعني ايه؟ يعني خلينا نرجع تاني كده، يعني معناها الآتي: لو فرضنا مثلا إن الضغط بتاعي هنا السيت بريشر كنت عايز أعمله 10 بار، جميل؟ عايز أعمله 10 بار، ففي الحالة دي معناها إن ال 10 بار دي مش 10 بار اكشوالي، دي ممكن تبقى بلس 3%، يعني هتبقى مثلا 10.3، أو ماينس 3% يعني هتبقى مثلا إيه 9.7. يعني السيت بريشر لو أنا قلت 10 بار ممكن يتراوح ما بين 9.7 و10.3. الفلكتويشنز الموجود في السيت بريشر هيكون برضه موجود فين ايه في الايه في الفول ريليف بريشر، فبالتالي انا عارف ان الخطوط دي مش خطوط، دي عباره عن ايه ليها التوليرانس ليها بلس او ماينس. فبما ان انا عارف انها ليها بلس او ماينس يبقى لازم اسيب مارجن هنا إيه محترم علشان ايه اكون ايه في الايه في السيف سايد. عاده المارجن ده الجاب بين الاثنين دول بين البريشر ريتنج وبين الفول ريليف بريشر بناخده في حدود من واحد لايه ل 2 بار، وكذلك برضو الجاب ما بين السيت بريشر والفول ريليف بريشر طبقا لل دي طبعا طبقا للايه المحابس والشركه وخلافه، ولكن في كثير من الشركات بيكون الجاب بين الاثنين دول اللي هو الفول ريليف بريشر والسيت بريشر بتحتاج حوالي 2 بار علشان المحبس يتفتح للاخر، يعني من اول ما المحبس هيبدا يفتح عند زيرو لحد ما المحبس يوصل لل 100% مفتوح دي بتحتاج حوالي فرق بريشر قدره ايه 2 ايه 2 بار. يبقى انا دلوقتي عرفت الايه العلاقات بين السيت بريشر وبين الايه الفول ريليف بريشر وعلاقات الكلام ده كله بالايه بالبريشر ريتنج بتاع الايه السيستم بتاعي. دي الجراف اللي احنا شايفينه ده اسمه الريتنج كيرف للايه للبريشر ريليف فالف، واحده من الريتنج كيرفز الموجوده عندنا لبعض الايه المحابس المنتجه. زي ما انتم شايفين كده المحور الافقي عبارة عن كميه الفلو اللي ممكن تخرج من المحبس ده وحدات لتر بالسكند. المحور الراسي بيبين لي البريشر، البريشر هنا اقصدنا بيه هنا اللي هو السيت بريشر. نسيت اقول حاجه كمان، الكيرفات بقى الكيرف الاول والكيرف الثاني ده بيبين ايه السايز بتاع المحبس بتاعي. فزي ما انتم شايفين كده المحابس هنا اقصى حاجه ليها السايز بتاع حوالي 200 مللي، طبعا في انواع من المحابس بتوصل ل 300، فالبريشر ريد فالف مفيش محابس اكتر من سايز 300 ايه مللي تو ماي نوليدج يعني. فمثال مثلا لو انا كنت قررت مثلا ان انا عايز اشتغل على محبس قدره 100 مللي، ايه الخصائص بتاعته؟ وبفرض ان انا حددت السيت بريشر قدره كام 12 بار. لو انا فرضت ان السيت بريشر بتاعي 12 بار، يبقى طالما ان انا فرضت السيت بريشر 12 بار يبقى انا عارف ان الفول ريليف بريشر هتبقى 12 زائد 2 يعني حوالي عند 14 بار، والمحبس بتاعي 100 مللي، يبقى بالتالي اقصى كيو ممكن تخرج من المحبس ده وهو مفتوح على الاخر هتكون في حدود مثلا ايه 120 130 لتر ايه بير سكند. ناخد مثال تاني، لو فرضت مثلا ان انا عندي هشتغل على محبس اللي هي 150 ايه 150 مللي، ماشي، يبقى ده الكيرف بتاعنا، جميل. طيب انا هعمل ايه؟ انا السيت بريشر بتاعي كان 8 بار، يبقى السيت بريشر 8 بار عند اما يكون المحبس مقفول لسه هيبدا يفتح، يعني كيو هنا بكام؟ صفر. يبقى انا عند النقطه دي
السيت بريشر. طيب الفول ريليف بريشر هيبقى ايه؟ الفول ريليف بريشر هيبقى البريشر هيزيد هيزيد يزيد لحد ما يوصل للفول ريليف بريشر. عندها هيكون ايه؟ المحبس هيتفتح، ساعتها بقى الديسشارج توتال هتخرج منه حوالي بتتكلم في 240 250 لتر بالسكند للمحبس اللي هو 150. انما لو انت اخدت مثلا ال 200 مد بقى البتاع كده لحد ما توصل هنا، فهيكون ايه الفلو لو كان ال 200 مللي هيكون في حدود مثلا ايه 300 وايه 60 370 لتر بالسكند وهكذا. طب واحد يقول طب افرض انا دلوقتي كنت عايز اكتر من كده، ففي الحاله دي هو بيديني مثال اهو، لو انت عايز اكتر من كده هتضطر تستخدم بقى 2 تايمز من المحبس اللي هو 200 مللي او 3 تايمز او وهكذا. بس خد بالك ان انت لازم تعمل تشيك على الحاجه اسمها الفلكتويشن او الفايبريشن سيستم، لان وجد بعض الناس بتقول او بعض الناس بتلاحظ ان اما يكون المحابس قريبه من بعض او يكون عدد منهم موجود ساعات بيحصل حاجه اسمها ريزونانس او الايه بالعربي يعني الرنين، وده ممكن يؤدي لمشاكل ايه في السيستم وممكن يؤدي لزياده الضغط مش لنقص الايه ضغط، فمحتاج انها تعمل تشيك عليها باستخدام البرامج بتاعت الهامر البروفيشنال في هذا الموضوع. نقف على كده النهارده، مجرد لنا ايه مقدمه على البريشر ليف فالف. المره الجايه ان شاء الله هنحاول نحل مسألة بقى لجرافيتي تانكس وإزاي بنستخدم البريشر ليف فالف في حل عمل كنترول على الضغط الزائد. شكرا والسلام عليكم.